أسعد الله أوقاتكم بكل خير مع لقاء متجدد من عالم من المساجد. هذه المرة سوف نتحدث عن المعماري أكثر وكثير عن المسجد نفسه. المعماري هو عبد الواحد الوكيل، أحد المعماريين المهمين الذين شكلوا ثقافة العمارة وشكلها خلال السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وحتى اليوم أثره عميق ومهم جدا في وجدان كثير من المعماريين، ليس فقط العرب والمسلمين ولكن في مناطق متعددة من العالم. كل معماري مهتم بالعمارة المحلية، كل معماري مهتم بالتفاصيل التاريخية، كل معماري يعني يسعى إلى الاحترافية العالية جدا في يعني تجسيد التفاصيل التاريخية. لابد أن يعرج على عمارة عبد الواحد الوكيل الذي تتلمذ على يد حسن فتحي وحاول أن ينقل رسالته المعمارية خلال العقود الماضية. عبد الواحد الوكيل أحد المعماريين المصريين البارزين الذين لهم تأثير بدون شك على مخيلة أجيال من المعماريين العرب، يحاول أن يترك بصمته المعمارية من خلال استعادة التفاصيل المعمارية كما ذكرت، وأحيانا يحاول أن يمزجها بروح معاصرة قد لا تظهر بوضوح للبعض، ولكنها دون شك هي محاولات جادة وتبعث على يعني على محاولة الاكتشاف وعلى فضول المعرفة. هذا المسجد الذي يقع في سلطنة بروناي يعني تم الانتهاء منه في جون عام 2012، مساحة الأرض تقريبا 2100 متر، يتسع إلى 1000 مصلي. تفاصيله بالكامل هي تفاصيل تاريخية، لكن من وجهة نظري يصعب أن نجد مسجد تاريخي مشابه لهذا المسجد. هي التفاصيل، اللغة المستخدمة هي لغة تاريخية بامتياز، يعني يمكن العثور على بعض التفاصيل وعلى نفس اللغة في مساجد مختلفة في أماكن مختلفة خصوصا في شمال أفريقيا ومصر لهذا النمط من المساجد، لكن بهذه التفاصيل وبهذا التكوين وبهذا الكم من التكوين الجيومتري، أعتقد أنه لا يوجد هناك مسجد يعني شبيه لهذا المسجد. القاعة الصلاة مكونة من يعني عدة صفوف وموزعة إلى 7 يعني مجالات بين الأعمدة، تتدرج هذه المجالات في السقف إلى 3 أقبية يعني صعودا ونزولا حتى تصل إلى المحور الحركي والبصري الذي يؤكد المحراب، وتقع فوقه القبة المركزية والقبب الصغيرة. على جانبي المسجد يوجد مئذنتين ويعني بشكل مبسط مختلف عن يعني التفاصيل البصرية التي عادة ما يعني يتبناها ويعني يستخدمها عبد الواحد الوكيل في مساجده. خلف قاعة الصلاة يوجد فناء المسجد، وهذه المرة فناء المسجد ليس مفتوحا على السماء ولكن مغطى يعني سقف زجاجي، يوجد فيه بركة ماء ومزروعات. بشكل عام يعني عبد الواحد حاول أن يستعيد كل التفاصيل التي يمكن نتخيلها في أي مسجد تاريخي، لكن في نفس الوقت حاول أن يمزج هذه التفاصيل بروح معاصرة، استخدام الزجاج، الأسقف الزجاجية في الفناء، استخدام التفاصيل البسيطة، تبسيط الشكل من الداخل والابتعاد عن المبالغة الزخرفية. كل هذه القضايا حقيقة يعني هي تمثل مرحلة جديدة من المراحل الفكرية والمهنية لهذا المعماري الفذ الذي يجب
أن نحتفي بها. يعني عبد الواحد سبق وأن حصل على جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد لإنجازه مدى الحياة في دورتها الثانية، وتم الاحتفاء به وبالمعمار راسم بدران من الأردن كيعني معماريين بارزين ساهم مساهمة كبيرة جدا في خلق مجالات مهنية وفكرية في عمارة المساجد في خلال نهاية القرن الماضي وخلال يعني القرن الواحد والعشرين، العقدين الأخيرين من القرن الواحد والعشرين. كذلك يعني ساهم مساهمة كبيرة في صنع أجيال من المعماريين العرب. لذلك أعتقد أن هذا المسجد يشكل يعني حقبة جديدة من التفكير في العمارة المحلية. من يعني يعترض على هذا النوع من العمارة ويعتبرها هي يعني اتجاه تقليدي واستمرار في النسخ العمارة التاريخية، أعتقد يعني هذه الجدلية، جدلية النسخ والتجديد، ربما يعني هذا المثال يضع يعني سياق جديد لهذا الجدل. دون شك البعض سيقول أنه استمرار للنسخ واستمرار للتقاليد التي يفترض أن نطورها وأن نساهم في تجديدها، البعض الآخر سيقول أن هناك يعني محاولة للتجديد وإن كانت يعني على استحياء، لكنها حقيقة هي محاولة لا تفقد جوهر الأشكال التقليدية قيمتها وحضورها وتأثيرها القوي. من الصور حتى الإنسان يشعر براحة وهو يرى هذا المسجد، ربما يعني العاطفة لها دور كبير يعني في تحريك هذا الهدوء وهذه الراحة وهذه الرضا وهذا الرضا حول عمارة هذا المسجد. لكن بشكل عام أعتقد أن هناك يعني نسب وأفكار ومجالات بصرية يخلقها هذا التصميم يصعب يعني تقليدها. هو ليس نسخ لمسجد تاريخي، ولكن هناك محاولة لاستعادة وربما نسخ لنسب متعددة متناثرة حاول المعماري أن يجمعها في مكان واحد تشعرنا جميعا بالراحة. المكون بشكل عام يعني متناسق كما ذكرت، يعني النسبة والتناسب هي عنصر النجاح الأول في أي عمارة تاريخية. القدرة على فهم هذه النسب واستعادتها كما هي وربطها بمكونات أخرى ربما لم تكن في يوم من الأيام مرتبطة بها تاريخيا، ولكن ربط مجموع النسب المختلفة عن بعضها البعض في مكان واحد، في اعتقادي هذا نوع من التجديد. قد يكون هذا الكلام يعني مقنعا للبعض وقد يكون مثيرا للجدل بالنسبة للبعض، ولكن في اعتقادي أن هناك مجالا مهما جدا للتجديد في العمارة التاريخية مرتبط بجمع وتهجين المفردات المختلفة في مكان واحد، وربما هذا ما يبرع فيه عبد الواحد الوكيل ويعني مجايليه الذين حاولوا أن يبذلوا حياتهم في فهم هذه العمارة التاريخية وتقديمها لنا بشكلها المعاصر. نلتقي مرة أخرى بإذن الله تعالى في يعني لقاء مع مسجد آخر حول العالم ومع فكرة جديدة بإذن الله تعالى خلال هذا الشهر الكريم. تحياتي لكم.